السلام عليكم. اليوم نروح الملعب تاع دويره اللي نقف عند اخر صور حول الملعب، واللي تظهر انه الملعب في احسن يعني حاله، ما بقاش كثير. كاين نقطه مهمه هو ان قضيه المقاعد تاع الفي بي والمدعوين فيها مشكل. الوضع نتاع المقاعد هذه معرضه يعني متعريه من الفوق، من الجهه الفوقانيه، لازم الوقوف عندها وايجاد حلول، لانه ما يظهر لي على سما يظهر انه فيه مشكل في قضيه الموقع نتاع الكراسي تاع الفي بي. نخليكم تتابعون، والسلام عليكم.